ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. دكتور أهلا بك معنا. في البداية، ما الذي يعنيه ذلك؟ إذا اكتشاف بأن مخزون اليورانيوم في إيران تجاوز الحد المسموح به 10 مرات. هو ببساطة الاتفاق 5+1 كان بيقول إنه 300 كيلو جرام المخزون الكامل من اليورانيوم الغازي، أو بمعنى آخر 202 بالضبط كيلو جرام يورانيوم. اللي حصل إن إيران من بعد ما الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق بعد عدة شهور بدأت تنتج فعلا، تتخطى الرقم ده، وبدأت تنتج النهاردة أنتجت حوالي 2300 كيلو جرام من اليورانيوم بدل 202. لما بنحسبها كده في خلال الثلاث أشهر الأخيرة بنجد أن إيران كل شهر بالضبط دلوقتي بتنتج 200 كيلو جرام، يعني قد الستوك اللي كان معمول في جميع السنوات هي بتعمله في شهر واحد. وبمعنى آخر أن إحنا مش بقى 10 مرات أن هي تضاعفت، لا ده إحنا كل 10 أشهر هتتضاعف مرة تانية ومرة ثالثة وهكذا، يعني كميات ضخمة جدا. طيب، هل هذا يعني دكتور يسري أن لدى طهران ما يكفي لصنع قنبلة نووية، وهذا ما كان يتخوف منه الغرب؟ هو دلوقتي إيران بتقترب من الرقم ده في الواقع الثري شولد ده، لأن النهاردة بقول 2.3 طن، يعني 2300 كيلو جرام طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب. إيران زودت كمان نسبة التخصيب، دي نسبة بسيطة، يعني كان مفروض 3.6 دلوقتي 4.5. لكن إيران الحقيقة لحد دلوقتي ما دخلتش في 20% اللي هي كانت بتهدد بيه، تقول إن أنا التخصيب هيوصل 20%. طبعا وصول إيران 20% يبقى كده تقريبا قطعت نص المرحلة للوصول 90%، وهو النسبة اللي بتسمح ببنى القنابل الذرية. طيب، هي إيران الآن ماضية في هذا الطريق دكتور يسري، والاتفاق النووي وعد إيران بحوافز اقتصادية مقابل تقليص برنامجها النووي. ما الذي سيفعله الآن الاتحاد الأوروبي؟ ما موقف أوروبا بعد ما فعلته إيران من تطوير برنامجها النووي والمضي فيه؟ هو الحقيقة احنا من الصعب نقول ان إيران خلفت الاتفاق ولا الاتفاق في الواقع يعني توقف بمجرد انسحاب الولايات المتحدة وإيقاف العقوبات وإيقاف العقوبات على إيران. النهاردة إيران كانت أهم حاجة عندها إن العقوبات تتشال منها، وإنها بالتالي تبتدي بقى تذاكر ما يكونش فيه عقوبات عليها إلى اقتصادية. النهاردة بعد دلوقتي أنا يعني صحيح الدول الأوروبية ما زالت لسه متمسكة بالاتفاق، وإيران ما أعلنتش صراحة يعني عدم جدوى، ما زالت ماشية مع الاتفاق إلى حد ما، بتلغي يعني بنود محدودة منه. لكن في النهاية طبعا احنا كان الغرض الأساسي من هذا الاتفاق إن إيران ما توصلش إلى مرحلة من القدرة إنها تملك مواد نووية صالحة للقنابل الذرية. الوضع الحالي طبعا وضع حرج، والاتحاد الأوروبي لازم ياخد دور أقوى من كده، لأنه ما قدرش يعارض أمريكا، ما قدرش يعوض العقوبات الأمريكية اللي موجودة، وبالتالي إيران خلاص قالت طب أنا كمان هبتدي بقى أزود التخصيب وأزود الكميات خطوة بخطوة. لحد دلوقتي هي ما وصلتش للخطوات اللي هي الحساسة قوي، يعني زي ما قلت لحضرتك 20% مثلا تخصيب أو حتى 90% تخصيب. هنا خلاص البرنامج بقى واضح إن اتجاهه مش سلمي، اتجاهه عسكري. لكن نتمنى طبعا ان الاتحاد الاوروبي يحاول يعني يوقف تدهور الاتفاق مع ايران ويشوف حل بديل للي بيحصل. يعني شكرا جزيلا لك دكتور يسري ابو شادي، كبير مفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، شكرا لك.